أفكر في التسمية لهاليد الألكل إذا كان هذا هاليد الألكل، وأنا أحاول تعيين اسم أيوباك له. نقوم بنفس الخطوات التي قمنا بها في الفيديوهات السابقة، نجد أطول سلسلة كربون لنرى إذا كان بالإمكان إيجاد ذلك. كم عدد الكربونات في أطول سلسلة كربون لدينا؟ 1 2 3 4 5 6 و7، إذن 7 كربونات. 7 كربونات، نسمي ذلك هبتان حسب الفيديوهات السابقة. إذا نكتب هبتان أسفل هنا بهذا الشكل، هبتان. الآن لنجد بأي طريقة سنرقمه. هل نرقم من الناحية اليسرى من السلسلة أو اليمنى؟ الآن عند وجود هالوجين هنا ولدينا مجموعة الكل، فإننا نرقم لإعطاء أقل رقم إما لمجموعة الألكل أو للهالوجين. إذا في هذه الحالة يمكن أن نبدأ من اليسار أو من اليمين. إذا بدأنا من اليسار فإننا نعطي مجموعة الألكل رقم 2، إذا بدأنا من اليسار 1 2، لذا نحتاج 2 آخران لنصل لمجموعة الألكل. إذا بدأنا من اليمين سأعطي الهالوجين رقم 3، إذا هذا أقل عدد. إذا سأبدأ من اليسار 1 2 3 4 5 6 7 هكذا. حسنا، لدينا مجموعتين مثل عند 2 و4. إذا 2 دايميثيل، سأكتب الاسم 2 4 دايميثيل، 2 4 دايميثيل هبتان بهذا الشكل. والآن يمكن أن نفكر في الهالوجين وهو عند الكربون رقم 5. إذا لدينا خمسة برومو، عندما يكون لدينا بروم هنا سيكون لدينا 5 برومو 2 4 دايميثيل هبتان، وهذا هو الاسم الصحيح الأيوباك. ويجب أن ننتبه لقاعدة الأبجدية لهذا وضعت البروم قبل المثل، لأن حرف البي يأتي قبل الحرف إم. إذا هكذا نسمي هذا الجزيء. لنفحص جزيء آخر لنرسم هنا. حسنا، نسير هكذا ونضع الكلور هنا والبروم هنا. حسنا، نفس الفكرة، نجد أطول سلسلة كربون. إذا لنرى إذا كان بالإمكان عمل هذا. لنفحص ما هي أطول سلسلة كربون. يمكن أن يكون لدينا 1 2 3 4 5، إذا 5 كربونات، سيكون بنتان. إذا سأكتب بنتان هنا، بنتان. وبعد ذلك نجد من أي طرف نبدأ الترقيم. هل نبدأ من اليسار أو من اليمين؟ إذا بدأنا من اليسار هذا سيعطي البرام رقم 1، وإذا بدأنا من اليمين هذا سيعطي مجموعة الألكل رقم 2. إذا منطقيا يجب البدء من اليسار. إذا لدينا 1 2 3 4 5، إذا الآن لدينا مجموعة مثل عند الكربون 4. إذا سأكتب 4 مثل بنتان. والآن نبدأ في التفكير في الهالوجينات. لدينا البروم عند 1 والكلور عند 3. نعلم أن البروم يأتي قبل الكلور حسب القاعدة الأبجدية، إذا يمكن كتابة الكلور هنا. إذا الكلور عند 3 هكذا، 3 كلورو، ومن ثم سأضع البروم هنا. إذا 1 برومو، 1 برومو، 3 كلورو، 4 مثل بنتان هو الاسم لهذا الجزيء. حسنا، لنقوم بأمثلة أخرى لنفحص هذا هنا بهذا الشكل هكذا. حسنا، بالنسبة لهذا الجزيء مرة أخرى نفس الخطوات. إذا هنا 1 2 3 4 5 6، إذا لدينا هكسان. سأكتب هكسان هكذا. والآن عند التفكير كيف نرقم هذا سيكون هناك مشكلة. إذا رقمنا من اليسار سنعطي البروم رقم 2، وإذا بدأنا من اليمين سنعطي مجموعة المثل 2. إذا لدينا تعادل. إذا كيف يمكن كسر هذا التعادل؟ هذا معتمد على قاعدة الأبجدية. لدينا البروم في مقابل المثل، حرف الأم البي قبل حرف الأم، ولأن بي هي أولا أبجدية، لهذا سنبدأ من اليسار مرة أخرى.
إذا 1 2 3 4 5 6. إذا سنفكر في قاعدة الأبجدية هنا. الآن لدينا مجموعة المثل عند 5، إذا هذا سيكون 5 مثل 5 مثل هكسان، ومن ثم سأضع البروم عند 2. البروم عند 2، إذا الاسم الكامل أيوباك هو 2 برومو 5 مثل هكسان. ماذا عن الكيمياء الفراغية؟ ماذا لو كانت الكيمياء الفراغية موجودة هنا؟ سيكون لدينا شيء كهذا، جزيء سيبدو أو جزيء يبدو هكذا، مع وتد هنا وذرة يود هنا، لنسمي الجزيء. ولن نقلق بالكيمياء الفراغية الآن، سنخوض بالكيمياء الفراغية في النهاية. مرة أخرى، أطول سلسلة كربون هذا سيكون 1 2 3 4 5، هذه أطول سلسلة كربون. الهالوجين هناك 5 كربونات، إذا هذا بنتان، سأكتب هذا بنتان هكذا. الآن من أي جانب للسلسلة سنبدأ بالترقيم؟ حسنا، نريد أقل رقم ممكن للتفرع، لذا هذه المرة سنبدأ من اليمين، 1 2 3 4 5، لنحصل على أقل رقم ممكن للتفرع. إذا لدينا مجموعة المثل واليود، حسنا، وآي تأتي قبل الأم أبجديا، إذا سأضع مجموعة المثل في النهاية وهي عند 3. إذا 3 مثل بنتان هكذا. والآن لدينا مجموعة اليود، مجموعة اليود عند 2، إذا 2 أيودو، إذا لدينا 2 أيودو، 3 مثل بنتان. الآن يجب تحديد أي نوع من الستيريو أيزومر لدينا، إذا يجب تحديد نظام الـ R أو الـ S هنا. إذا سنفكر في العدد الذري للمجموعات التي لدينا. اليود لديه أعلى عدد ذري، إذا هذا التفرع سيحصل على رقم 1 بالأولوية. تذكروا هناك هيدروجين أيضا مرتبط مع هذا الكربون هنا، إذا هذا مركز كيرالي هنا. إذا اليود يحصل على رقم 1 والهيدروجين 4 أقل أولوية. ومن ثم لدينا مجموعة الكل في اليسار ومجموعة المثل على اليمين، وأعتقد أن مجموعة الألكل على اليسار تأخذ الأولوية الثانية الأعلى، ومجموعة المثل ستحصل على الأولوية الثالثة الأعلى. ومن الفيديو السابق سنسير حول هذا بهذا الشكل، سنسير مع عقارب الساعة والهيدروجين سيسير بشكل بعيد عنا، لذا السير مع عقارب الساعة سيكون بالتأكيد R 2 أيودو 3 مثل بنتان بهذا الشكل. كل هذه كانت في نظام الأيوباك. لتسميات هاليدات الألكل، أحيانا قد نرى الاسم الشائع هو المستخدم. ماذا نعني بالاسم الشائع؟ ماذا نعني بالاسم الشائع؟ أحيانا قد نرى في الكيمياء بالنسبة لهذا الجزيء هنا، هذا مستخدم طوال الوقت، ونقول بدلا من تلقيم السلسلة والتحدث عن ماذا يخرج من الكربون، قد تسمعون تيرت بيوتيل كلورايد، قد تسمعون تيرت 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 بيوتيل كلورايد كاسم شائع مستخدم لهذا الجزيء، تيرت بيوتيل كلورايد. إذا هذا الاسم الشائع، ومن الشائع أن نراه طوال الوقت بدلا من تسميات الأيوباك. وجزيء آخر هاليد الكل صغير، الاسم الشائع المستخدم له هو بروميد الإيثيل، بروميد الإيثيل. إذا بالأساس نسمي مجموعة الألكل ومن ثم نفكر في الهالوجينات. إذا في التسمية الشائعة نفكر في مجموعة الألكل ومن ثم الهالوجين الموصول بها. إذا بروميد الإيثيل يمكن تسميته ببرومو إيثان، ببرومو إيثان. بروميد الإيثيل هو الاسم الشائع له. وإذا أردنا تسمية أيوباك فيمكن القول برومو إيثان كليهما جائز، برومو إيثان كليهما جائز. آخر شيء يجب عمله لهاليدات الألكل هو التحدث عن التصنيفات. تحدثنا عن التصنيفات من قبل بالإشارة إلى أشياء مثل الكحوليات، وهو تقريبا نفس الشيء بالنسبة لهاليدات الألكل. إذا كان لدينا حالة مثل هذه مع حالوجين موصول مع هذا الكربون هنا، وأريد تصنيف هاليد الألكل هذا مرة أخرى، فقط ننظر كم عدد الكربونات الموصولة مع هذا الكربون. الكربون موصول مع الهالوجين متصل مع كربون آخر، وهذا يجعله هاليد ألكل رئيسي.
إذن هذا هاليد ألكي الرئيسي أو أولي. ونفس المفهوم إذا كان لدينا هذه الحالة ونريد أن نصنف هاليد الألكل هذا، هذا الكربون الموصول مع الهالوجين، نفكر كم عدد الكربونات الموصولة مع ذلك الكربون، هناك إثنان منهم وهذا يجعله هاليد ألكل ثانوي. وبالطبع إذا كان لدينا حالة كهذه ونريد تصنيف هاليد الألكل مرة أخرى، نفحص الكربون، الكربون الموصول مع الهالوجين، وهنا 1 2 3، إذا هذا هاليد ألكل ثالثي. إذا نظرنا إلى هذين المثالين اللذين قمنا بهما الاسم الشائع لكلوريد بيوتيل الثلاثي، نفس الفكرة، هذا هاليد الألكل، هذا هاليد الألكل، ويمكن رؤية 1 2 3، إذا هذا سيكون هاليد ألكل ثالثي أو ثلاثي. وبالنسبة لبروميد الإيثان، هذا الكربون هنا موصول مع كربون آخر، إذا هذا مثال على هاليد الألكل الرئيسي أو أولي. هذه هي أول خطوة عند عمل بعض التفاعل لهاليد الألكل، وهي القدرة على تصنيفه.